تهرب ليه؟
We run more than that in total and in high intensity. The situation is more for us. Shooting and crosses and almost same. They have more ball possession. أكيد سؤال كان بعد مباراة الدوري راح هناك تعديلات لازم فيها الفريق بمباراة عفوا الدوري ازاي كوتش هون مقارنة بالمباريات اللي راحت أفضل مباراة أديناها الموسم هذا أكيد دائما بعمل الكرة هناك مجال للتحمل الأفضل والتحسين دائما لكن نظرا لظروف المباراة فيها قرر كوتش فضل المباراة أديناها ندعم معروف بمهاراتها العالية الفنية والكروية العالية يمكن مع مجال الإحصائيات الفريق جرى أكثر كجري أكثر من فريقنا يعني كإجمال وكحتة العالية بالجري التسديدات الفرص يمكن كانوا دعمنا أفضل بشوي والتسديدات والرفعات كانت متواصية تساوي نفس الفريق. And now we have to keep the good things that we done and to improve, to try to improve step by step. معناها نحافظ على الامور الايجابيه اللي حققناها ونحسن خطوه مع خطوه من الامور الايجابيه. Do you at any point feel with just 6 weeks left this thing is coming a little too late or are you happy with this response at this juncture? No, I told you for us wasn't a problem. We don't have big problems. We have some problems and we always recognize this and we try to solve it. We know what we can do in this moment. That's why when we go to the Super Cup, we know our level, we know what we can do, what we cannot do. And we choose a strategy in the way to get an advantage from this. Of course, we want to win all the games and to play all the time same. Think that we don't prepare this game different than other games. But being an important game, the attention, concentration, everything was very high. And we saw this in the field. أكيد كوتش بول يمكن بالمباراة اللي راحت يعني نفس التحضيرات زي ما بقول المباراة اللي كانت قبلها لكن اللاعبين هم كان عندهم تركيز وانتباه وحماس أكثر فقط بالنسبة أكيد نحن عرفنا من قبل كان في بعض المشاكل عند الفريق المشاكل حوالينا احنا ما هي مشاكل كبيرة جدا لكن اعترفنا بالمواقف اللي كانت موجودة بين قوسين اخترنا استراتيجية معينة رحنا فيها المباراة السوبر عارفين حدودنا عارفين الأمور ممكن نسويها بالنسبة لنا أكيد بتمنى دائما نلعب الفوز ونفوز بكل المباريات لأن تحت الظروف الحالية لازم نعرف الظروف المباريات نشتغل نحسن دائما من قبل الفترة الأخيرة. اللي كسر بيها واحتكر بيه الثلاثية والمدرب الوحيد اللي عنده الثلاثية الآن الموسم الماضي تبارك له الانتصارات بتصنع الدافع الآن عايز كوتش كوزمي الفارق اللي لمسه على اللاعبين بعد الفوز بلقب السوبر من حيث الجدية في التدريبات والطموحات المستقبلية بعد هذا الفوز الذي لا يغفل بالنسبة لدوري أبطال آسيا تحديدا لكأس آسيا شايف الفرصة ازاي بعد and we have to do our best to pass.
فزنا مباراة صوت أكيد لازم ننسى الموضوع على ركز مباراة الجاد مباراة عند الهوي مباراة سيسي we have the test against Alain لكن قبل مباراة الأسيوية فعلا بعد اختبار حقيقي بدنا مع الجاد there we have to also to make some changes we have small problems after the game of Alain عندنا بعض المشاكل بعد مباراة صوت أكيد في بعض التغييرات اللي لازم نسويها حاليا Then we have to evaluate the players. What's happening? Show the style of play in our modern area. Maybe change the system. I also think about it. To change the system. In the area, the area in the coach and fact that man the guy is the area. I think this is a problem they should have, not that we have.
they should protect the player, you know. Okay, can somebody can shoot him, can kill him, can how you protect the player. And from this come the problems, you know. And they judge only us. I don't know. We have to find solution. That's why we put in a Dafa game to prepare another goalkeeper. Because for sure the Nassar game Maju will not be, because we'll be the appeal. أكيد الكوتش بول ما بعرف شو على شو سبب القرار هذا شو عملوا واخذوا القرار القوي هذا ما لكن شيء غريب أعتقد الصحافة أو مصور وجوده وراء المرمى يعني كان وجوده غريب جدا اللاعب كيف كان يوجد بأرضية الملعب حتى التصادم اللي صار يعني إذا صار تصادم بين اللاعب أو أي شخص هناك عليهم حماية اللاعب أتباع الصحفيين أو المصورين من الطريق هذا اثنين مشكلة أساسية لكن العقوبة جت علينا فقط حاليا خاصة أو جت علينا حاليا عشان كذا كويس مجهز الكابتن أحمد إلى مباراة الضفة الدوري كما متوقعين الأمور زي هذا يحصل بالنسبة للغيابات في بعض المشاكل لكن حاليا عم في بعض المشاكل لكن بعد في يومين المباراة نتمنى نحل أكبر عدد منها من مشاكلنا. كيف يعني مشارك في العين تحضيرا لكل اسم الجديدة وشكرا على ما قرر الموضوع عنها.